ودي اخذ كرسي فارس عوض ولا فهد العتيبي الاثنين دول كلهم حبايبي لو خمس دقائق بس عشان ودي اعلق على متروفيتش بصراحه عابر كل محطات العالم من خلال ادائه الغير طبيعي واهدافه الغير طبيعيه كواحد من اهم واجمل واكمل الهدافين على مستوى الدوري السعودي واليوم هو من خلال الدوري السعودي وصل وسمع في مباراة النصر تحديدا في الديربي الكبير بوجود أنا كنت أعتقد أنه مترو فقط يمكن وليد علي وحاتم أبخص مني فنيا كنت أتصور أنه لاعب صندوق فقط لكن في مباراة النصر كشف لنا عن جانب أنه يقدر يسحب وشفنا الهدف الثالث سوى فيه وشفنا قبلها اكثر من كره داخل الصندوق كيف راوغ لاعب يعني فعلا العين اللي اختارته غير عاديه ولبس قميص فخم وضخم مثل قميص الهلال فكان اضافه جميله جدا والهلال هذا محير كل ما نجي في مرحله من المراحل نقول هذا افضل جيل لا هذا افضل جيل لا هذا افضل جيل اليوم التكامل اللي موجود في الهلال ما بين اجانب محليين يعني تتكلم عن الاطراف سعود عبد الحميد لما يلعب في اليمين وتتكلم عن البريك لما يلعب في ال... يا رجل ما في الا كوار وتسجيل واهداف وعرضيات يعني شيء غير طبيعي انا في مرحله من المراحل قلت البريك هذا انتهى جاء خسس جاء خسس وعادوا لنا وعادوا لنا في مركز غير مركزه وبدع وساهم وسجل شيء مو طبيعي لذلك انا اقول الهلال ليش وصل الى مرحله الكمال الفني والنتائجي وصل الى مرحله الكمال الفني والنتائجي ليش يا ابو تركي لانه لعيبه الهلال الناس كانت طايره بالعجه اعلاميين هلاليين على اعلى مستوى معرفين هلاليين عندهم حسابات عاليه كانوا طايرين بالعجه يا فهد بن نافل يا فهد نفرج انتم ما تفهمون شيلوا خسس خسس ما يصلح شيلوا لما اللاعبين تشربوا اسلوب خسس وخطه خسس طلع لنا هذا الهلال الجميل اللي صعب جدا صعب جدا انه يهزم لا من الفرق المؤخره ولا من الوسط ولا حتى من المنافسين ويكفي ان الهلال فاز على النصر وفاز على الاهلي وفاز على الاتحاد وفاز على الشباب فاز على كل دوله وش بقي ياخذوا الدوري